قناة ديسكو أمين تي في، مرحبا بكم أينما كنتم. اتصال مع الفنان محمد صاري، يتحدث عن تكذيب كل الأخبار الزائفة والإشاعات الكاذبة من بعض المنابر والقنوات التلفزية الجزائرية والتي تسير من طرف النظام العسكري الجزائري. قصيدة وطنية، الله يبارك في عمر سيدنا، من كلمة الفنان والزجال محمد صاري، لنتابع بعد الفاصل. للمشاركة في القناة لا تنسوا الضغط على لايك أي جيم، مع تفعيل الجرس ليصلكم الجديد تشجيعا لنا. تحياتي إليكم في هذا الفيديو الجديد حول تكذيب كل أخبار الزائف والإشاعات ضد المملكة المغربية. كنشوف بعض القنوات التلفزية باكين عن الكذوب والإشاعات ضد المملكة المغربية الشريفة. الحمد لله، المغرب بلد الكرم، بلد ضيافة وبلد السلم والسلام والأمن والأمان. راه كنشوفوا المنتخب الجزائري جا المغرب، استقبلنا احسن استقبال وعطينا ملعب كبير، ملعب مراكش. الحمد لله عندنا ملاعب كبرى لكره القدم، وعندنا مركز دولي عالمي، مركز محمد السادس لكره القدم. راه كنشوفوا الدول العالميه والحمد لله تنظف في عده لقاءات ومؤتمرات دوليه وعالميه. المغرب يتقدم الى الامام بفضل سيدنا الله ينصرو، در انجازات كبرى للمملكه المغربيه. كنشوف المنابر الاعلاميه، القنوات الجزائريه كيتكلموا على المغرب، قال لك حتى الملعب الرياضي سببه المغرب. اي مشكل وقع داخلي كيتجهوا المغرب باش يتلفوا الشعب الجزائري. الشعب الجزائري عاقب الحكام ديال الجزائر. الشعب المغربي يحب الخير الشعب الجزائري. وراه كان الخطاب الملكي ديال سيدنا الله ينصرو بمناسبه ذكرى 22 عيد العرش المجيد، خطاب تاريخي الى الحكام والشعب الجزائري. سيدنا كيبغي الخير جميع الشعوب، والشعب المغربي مضياف وبلد الكرم. كنشوفوا الفرق الجزائريه وعدد ديال المنتخب الافريقي هما كيجيو المغرب وكيلعبوا كره القدم الحمد لله في عده ملاعب مغربيه. هذه رسالتي، هو تكذيب كل الاخبار الزائفه ضد المملكه المغربيه. المغرب قوي بالملوك، بالتاريخ، بالامن، بالشعب. ونقول دائما الصحراء مغربيه وشعارنا الواحد والخالد، الله، الوطن، الملك. هذا الفيديو غنهدي واحد القصيده وطنيه كنقول فيها الله يبارك في عمر سيدنا، الله يبارك في عمر ملكنا محمد السادس يا بني مغربنا، رائد الحكم الذاتي للصحراء المغربيه، مسيرتنا الخضراء ستبقى تاريخيه، يا رائد التنميه والجهويه والمغرب الاخضر من طنجه للقويره، ملك السلم والسلام والامن والامان. عاشت الاسره العلويه، عاش الراية المغربية في كل العالم. من الفنان والفاعل جمعوي والزجال محمد صاري، تحياتي لكم جميعاً.